بدأت بالنحت وأنا عمري شيء 4 سنوات 5 سنوات. كنا ننحت بالطين بالصابون بالمعجون بالحجر الكلسي. بعدين بس صرت بالصف السادس ابتدائي بلشت بالنحت الحجر البازلتي القاسي هذا اللي أمامنا هون. ظليتني أنحت يعني ل 2011 وقفت النحت من هذه الصخرة. جبت تاني بال 2006 ما اكتملش العمل، يعني اجت 2011 الثورة السورية وقفنا العمل لأنه صرنا نشتغل بالثورة. يعني في شيء أهم من العمل هذا، في شيء إنساني هون موجود، حرب ودمار شيء أهم من النحت كلياته. يعني وقفنا النحت وبلشنا بالثورة، ماشيين معها الشباب بهالثورة. هون عندنا الحضارة الفينيقية، هاي السفن الفينيقية والحضارة الفينيقية وبناء الحضارة الفينيقية. عندنا هون الحضارة الكنعانية وأقدم مدينة بنيت في أريحة فلسطين. عندنا هون المسلة الفرعونية واللغة الهيروغليفية الموجودة عليها. عندنا هناك مدينة سبأ والحضارة في اليمن سبأ. هناك عندنا الحضارة البابلية، أبراج بابل وحدائق بابل المعلقة. عندنا هون الحضارة الفارسية قلعة جمشيد. ومن ثم نكمل هذه اللوحة، يعني هون خلصنا احنا من آسيا تقريبا، يعني الحضارات الموجودة بآسيا. بعدين ندخل بالحضارة اليونانية الرومانية الأزدك المايا، يعني تنوص الحضارة آخر شيء عند الحضارة الإسبانية. وعندنا تحت بالناحية الثانية بده يصير عندنا بالقفة تبعها أكبر لوحة لأبجديات الموجودة على العالم، على البشرية من أقدامهم اللغة الأبجدية المسمارية تنص اللغة اللاتيني والحضارات اللي موجودة ولغتها اللي موجودة عليها.